واصلين معكم بهالاسبوع مع هيونداي لبنان، ومعنا سينيور كوربريت سيلز اليوم من شركه هيونداي، هيونداي فردان تحديدا، واكيد ديفا رياشي انضم لنا. هاي ديفا. هاي جورج. صار لك فتره ما طلعتي معنا، اليوم بدنا جايين ندوي معك على طرازات حلوه كثير من هيونداي، المصنع الكوري العملاق بعالم السيارات اللي عم يشدد كثير على السيفتي بالفتره الاخيره. مزبوط. قبل ما نبلش بموضوع السيارات جورج، بدي احكي عن الجوائز اللي اخذتها هيونداي بال 2018. اخذت اكثر من جائزه عالميه، بيناتهم اخذت برستيجوس ريد دوت اوورد على الديزاينز الحلوين كثير اللي عم تعملهم، مثل ما عم تشوف كل ديزاين احلى من الثاني. وبما انه مثل ما انت قلت نحن بنركز على السيفتي اولا، اخذنا التوب سيفتي بيك بلس من الاي اي اتش اس اللي هي منظمه للسيفتي عالميه كثير معروفه، وجي دي باور اللي هي شركه عالميه كمان امريكانيه اعطتنا موست ريلايبل كار براند، لانه سياره كثير متينه، وبتعرف هيونداي هلا صارت نمبر 1 كوريان براند وورلد وايد. ممتاز. لكان جوائز مهمه كثير عم تحصل عليها. صح، لهالسبب نحن زادت البراند فاليو بهيونداي بقيمه 3% بال 2018، وصلنا ل 13.5 بليون دولار. اليوم جورج عم نشوف الجراند اي 10 2020، مثل ما بتعرف نحن لهيونداي دائما سباقين، بننزل موديلات السنه اللي بعدها قبل بوقت. الجراند اللي هي صار عندها اسم كثير معروف بالسوق، صارت بايونير بعالم السيارات سيتي كارز. الفرق بينه وبين بقيه السيارات انه الجراند اوسع وفيها سبيكس اكثر من كل سياره بهيدا السايز تبعها. رح نلاحظ هالشيء بس نفوت على الداخل بعد وقت قليل نشوف قد فيها سبيس السياره من جوا، شكلها كمان كثير عصري وحلو وكمباكت. عم نشوف هالديزاين اللي كثير حلو، الجنوطه التو تون 14 انش الوي ويلز مع السايد بروتكشن، عم نشوف الباك تبع السياره مع كمان الاضويه اللي كثير اوريجينال، مع الرير سبويلر يلي بيعطيها سبورتي بروفايل للسياره. الجراند تجي بشكلين، يا صندوق للعيال ولا للفاميلي، هاتش باك او سيدان. هاتش باك او سيدان عم بحبوها كثير اليونج جينيريشن لانه مودرن سبورتي لوك، وبنفس الوقت مصروفها كثير حلو كبنزين، يعني هي معروفه بهالشيء. وبدي الفت النظر على شغله انه هي الابجريدد فيرجن تبع الاي 10، لان الناس بتضيع اوقات من الجراند. صح، الاي 10 والجراند اي 10. صح، الجراند هي اوسع واكبر ومتطوره اكثر من الاي 10. خلينا ننتقل هلا لداخل السياره نشوف ابرز الاوبشنز موجودين بالجراند اللي معنا اليوم. رح نبلش جولتنا على المقصوره الخلفيه بالسياره. مثل ما كنا عم نحكي الجراند يعني عم نشوف سبيس هيد روم ليج روم ممتازين، 5 أشخاص مرتاحين بيقعدوا فيها ديفا للسياره. مزبوط، وكمان مثل ما قلنا فول اوبشنز، بما هي مش بس سياره صغيره، يعني يوجوالي السيارات الصغار بيكونوا بدون زوايد، هيدي السياره فيها كل الاوبشنز اللي ممكن الكلاينت يعوزهم، من البلوتوث بيحكي على الموبايل بالسياره، بحرك الراديو على الديركسيون، اي يو اكس ويو اس بي، كمان للميوزك اكيد عم نحكي 4 شبابيك كهرباء، مرايات كهرباء، هول ستاندرد اوبشنز. اي سي بالهيونداي دائما من قدام ومن ورا كثير قوي بالسياره، عندك موتور دريفن باور ستيرنج، كمان لذر ستيرنج ويل بهيدا الجريد. وبرجع بذكر نحن دائما بنجيب اكثر من جريد جورج حسب الكلاينت هو شو بيناسبه، كل وحده لها سعرها ولها الاوبشنز تبعها. بس الفرق مش كثير كبير يعني بين الجريدز، يعني مثل ما اكيد دائما افوردبل برايسز مثل ما عودتنا هيونداي، وهلا حنحكي اكثر بالديل لانه عاملين فيري سبيشال اوفر. اوكي، خلينا ننتقل نحكي هلا بيرفورمانس سيفتي قبل ما نوصل لبارت الديل نعرف سعر السيارة. مزبوط. ثورات نعرف اكيد بيرفورمانس السياره، اليوم يمكن عندنا محركين بالجراند. مزبوط. 1.2 1.0 1.0 1.0 3 سلندرز، بتجي كمان قويه، بس اكيد ال 1.2 از مور باورفل، عم تنأخذ ال 1.0 لبيروت اكثر، يعني اثنيناتهم مصروف كثير حلو كبنزين، واهم شيء انه الجراند هي الوحيده اللي جايه تبترونيك بالكاتيجوري تبعها. كسيفتي مثل ما عودتنا شركه الهيونداي جورج دائما سيفتي كمز فيرست، سو في عندك 2 ايرباكس اي بي اس واي بي دي بهيدي السياره، اكيد حسب الجريد بنرجع بنقول اللي عم نختارها. اكيد من ناحيه كمان سيفتي حكينا اهم انظمه السلامه الموجوده فيها، بدنا نحكي هلا عن السعر، نعرف شو الستارتنج برايس اليوم للجراند بالسوق اللبناني طبعا. قبل ما نعرف سعر السيارة كمان في جائزة مهمة
حصلت عليها سيارة الجراند تحديداً. مزبوط، أخذت بست سيتي كار بلندن سنتين ورا بعضهم على الكواليتي والشكل الديزاين والبرفورمانس تبعها، وبنفس الوقت أخذت بارجن أوف ذا يير من توب جير. هيدي السيارة ستارتنج برايس تبعها 9999 مسجلة خالصة على الأوفر هلا على فيري ليميتد كوانتيتي بالستوك، ووقت كمان قصير جدا. نحن بنشجع كل العالم أكيد يجوا يعملوا تيست درايف عليها. بنفس الوقت زيادة على الأوفر اللي عاملينه في سبيشال ديل إنه عم نعطي كاش باك أو $800 كاش باك أو $500 مع تاتش سكرين نافيجيشن وكاميرا يلي هي كادو كتير حلوة وعم ينبسطوا فيها الكلاينتس، وبنفس الوقت بتسهل السواقة الكاميرا والنافيجيشن. سو الكلاينت هو بنقي بين هيدا وبين هيديك. كفالة بعدها الأطول عندكم هيك؟ نعم، بما إنه نحن الشركة عنا بتهتم بريحة زبون أولاً، فنحن عم نعطي لبنانز بيست وارنتي 6 سنين أو 120,000 which comes first. نحن عنا أكثر من 20 شوروم بلبنان، بنقوا الشوروم القريبة عليها أكيد وبيجوا بجربوا السيارة بنشجعهم. نعم، لأنه سوقتها للجراند كتير ناعمة وقعدتها من جوا واسعة ومريحة. كمان فينا نعمل فولو لهيونداي لبنان على الفيسبوك والانستغرام تناخد الليتست نيوز. مزبوط، والأوفرز كمان والأوفرز أهم شيء. شكرا ديفا على وجودك معنا، بكرة بلاقيكم بسيارة جديدة مشاهدينا أكيد على MTV مثل العادة. إلى اللقاء.